يعني على الرغم من انه في فوارق كبيره جدا كبيره جدا بين الفرقتين، الا انه كاس عودنا دايما. انا ممكن استحضر لك النهارده مفاجآت كتير، تمام العيار التقيل يعني صحيح. بطوله الكاس دايما الحقيقه في مصر عودتنا على مفاجآت من العيار التقيل. وبالتالي ازاي بتشوف ماتش بكره، و ايه المفاجآت اللي انت شخصيا ممكن تكون مريت بيها او ما تنساهاش في بطوله الكاس؟ شوف طبعا مباراة الكاس فعلا زي ما بتقول ان هي يعني غالبا بيبقى فيها مفاجآت كبيرة يعني، لكن الحوافز، انا دايما الحافز ببقى اللي في بيبقى حيرة موجود، الحافز والدوافع اللي بيبقى موجود عند عند الفرق اللي ممكن تبقى بيتقال عليها صغيرة في مواجهة الفرق الكبيرة كبيرة. بيبقى كبير جدا، وخصوصا ان الفرصة قائمة. انا اقدر في 90 دقيقة، قصة مش قصة بونت ولا 3 بونت، القصة قصة مكسب وخسارة. فاقدر في 90 دقيقة ممكن اعمل مفاجأة لمصر كلها تفضل تتكلم عنها وتنقلني نقلة، كبيرة جدا فالدوافع دي طبعا بتبقى طبعا كبيرة مؤثرة جدا. طبعا. وكمان ضيف عليها الحالات الفردية، يعني في نهاية كل موسم ولما تبقى يبقى فريق مش من الفرق المعروفة قوي أو مش في الدوري الممتاز يعني أو الدرجة الأولى، وبالتالي في نهاية كل موسم كل لاعب بيحاول إنه يتواجد بشكل كبير أمام فريق عظيم زي النادي الأهلي، حاول يظهر نفسه وإمكانياته سواء للبقاء في فرقته أو للانتقال لمرحلة أفضل، وبالتالي كل لاعب بيحاول يطلع كل اللي عنده كل إمكانياته، فبتبقى في حالة من يعني كل لاعب بيحاول بأقصى مجهود عنده يطلع كل شيء داخل المباراة دي، وبالتالي بيبقى فيها صعوبة شوية، ما بيبقاش فيها لعب جماعي، فيها لعب عشوائي. الفردي ده بيديلك عشوائية في الأداء، وبالتالي بيبقى فيها صعوبة دايما في مواجهة الفرق دي. عشان كده النادي الأهلي هو ده اللي هيواجهه إن شاء الله في مباراة بكرة، أعتقد بشكل كبير إن في عشوائية في الأداء شوية، وده بيدي خطورة على الفرق الكبيرة المنظمة زي النادي الأهلي. الفرق الجماعية اللي بتبقى عارف إمكانياتها ابتدائي وعارف ده بتلعب أول فريق إزاي، مستر كولر مش عارف يذاكره طبعا بشكل ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، الفرق دي بتلعب بطريقه عشوائيه شويه وشكل فردي كبير، فبتلاقي حاجات غريبه بتحصل في المباراه، ودي في دي صعوبه المباراه بكره. لكن اعتقد التنظيم والشكل الاداء للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت بيدي لك انطباع ان شاء الله الارتاحيه باذن الله، النادي الاهلي يقدر يعني يتخطى الدور ده باذن الله تعالى. في اسماء تتمنى تشوفها بتشارك في مباراه بكره او بتاخد فرصه كاساس والله كلعيبه اساسيه؟ انا اتمنى طبعا، يعني انا شايف ان الفتره دي مستر كولر عنده حيره كبيره جدا، انك عايز تحافظ على انك تحصد القاب خلال الموسم، وانك عايز تريح لعيبتك، وعايز تشوف كمان الجزء الثاني المجموعه اللاعبين اللي انت عايز لسه تديهم فرص عشان تشوف بقائهم من رحيلهم، تشوف مستواهم هيتطور ولا لا. يعني لسه عندنا 9 مباريات في الدوري ومباريات الكاس، وبالتالي يعني عندك فرصة انك تشوف امكانيات اللاعبين وتشوف وصلوا فين عشان تقدر يبقوا في النادي الاهلي ولا لا، وبالتالي يعني في حيرة كبيرة جدا انك تحصد البطولة ولا انك يعني تخاطر شوية باللاعبين. ولكن انا مطمن بشكل كبير لان معظم اللاعبين وصلوا لحالة بدنية على الاقل يعني متساوية بشكل كبير، وده شغل الراجل المدرب الأحمال. الحالة الفنية طبعا يعني تبقى انه شغلهم في التدريبات وفي المباريات الودية، واتمنى ان شاء الله ان انت يعني تكون شخصيا موجودين. اشرف تتمنى تشوف مين بكره؟ اسماء يعني كتير يعني، انا انا وانا بستنى التشكيل عايز بتاع اشوف الاهلي ببقى بقول يا ريت يلعب عايز فلان اشوف الفلاني برونو النهارده. سافيو مثلا، عايز اشوف برونو سافيو. كريستو اتمنى ان شاء الله يبقى موجود، القندوسي اتمنى ياخد فرصه كبيره، محمد اشرف طبعا مش موجود، موجود مع منتخبنا الاولمبي، طاهر محمد طاهر عايزه كمان ياخد اكتر عشان يعني يسترجع جاب جول اهو، مستواه طبعا غلى وكان وغنى كويس جدا طبعا وكان كويس جدا والجمهور غنى له وماشي عمل حاله ترندي. عمل ترند في مصر كلها الحقيقه. ايوه يعني دول ال3 4 اسماء اللي اتمنى اشوفهم. انا بجد عايز اشوف كريستو، عايز اشوف قندوسي فرصه اكبر، مساحه اكبر الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي سواء في مباريات الكاس او في مباريات الدوري. اتمنى ان شاء الله التوفيق منهم لان فعلا عندهم امكانيات كبيره جدا جدا، اتمنى ان شاء الله انهم يتواجدوا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب.